أبعد صراعاتكم السياسية عن مشروع ميناء الفاو الكبير. هذا ما تحدث به أهالي قضاء الفاو جنوب البصرة خلال وقفة احتجاجية نظموها للمطالبة بإكمال الميناء. الأهالي أكدوا أنهم يسعون للخروج من حالة الجمود التي ضربت مفاصل الحياة بالقضاء كالزراعة والصيد وأثرت على معيشتهم، معولين بصورة كبيرة على قطاع الموانئ بشرط إبعاد مشاكل القوى السياسية. اليوم وقف أهالي الفاو هذه الوقفة الاحتياجية وهذه المظاهرة السلمية للتعبير عن رأيهم في دعم ومساندة بناء ميناء الفاو الكبير وإبعاده عن التناحرات السياسية بين القوى السياسية الموجودة داخل الحكومة العراقية. إنه الفاو بعدوه عن الصراعات السياسية، أهم شيء إحنا نريد خبزنا ناكل أهل الفاو، والعراق كله معتمد على ميناء الفاو. انحرمنا من البحر، انحرمنا من الزراعة، بقالنا بس ميناء الفاو، ما عندنا أي مصدر رزق. فنريدهم يبتعدون من أي صراعة سياسية أحزابية ما أدري شو، كل شيء ما نريد، نريد بس ناكل خبزية. ويعاني قضاء الفاو من نقص الخدمات وانتشار البطالة بين شبابه، وفي حال إنجاز وإكمال مشروع ميناء الفاو سيوفر فرص عمل كثيرة لجميع الخريجين. خريجو الجامعات والشباب بالقضاء رفضوا المساس بمستقبل العراقيين جميعا لأنه شريان الحياة للبلد بعد النفط. احنا نريد حكومة حتى تسوي لنا ميناء الفاو، حتى البطالة تقل، حتى الناس الفقيرة تعيش، حتى الخريجين ياخذون استحقاقهم من الحكومة وكحق مشروع لأي خريج بأن يتعين. نحن خريجين قضاء الفاو وأهالي الفاو وأهالي البصرة أجمع، وأتكلم بالنيابة عنهم، لا نقبل ولن نسمح بأن يتم التجاوز على ميناء الفاو وتغيير مساره، لأن هذا سوف يضر بمصلحة الشعب العراقي أجمع، فهو شريان العراق الثاني من بعد النفط، ولا نسمح أبدا بالتجاوز على هذا المشروع. وتطالب هذه الجماهير بإكمال ميناء الفاو الكبير بالسرعة الممكنة وإبعاد هذا المشروع الاقتصادي العملاق عن الخلافات السياسية والتدخلات الداخلية والخارجية. للتغيير، يونس الرباعي، البصرة.